الجمهورية والشروق واليوم السابع نفس الخبر. نبتدي بالجمهورية، قال لك ايه؟ الاهلي يناور بالعراقي ويقترب من كهربا. مفيش عراقي يا جماعة، مفيش عراقي لحد دلوقتي، مفيش عراقي. هو مصدوم على كريم العراقي الباك رايت بتاع مصر ولاعب المنتخب الاولمبي اللي تألق في الحقيقة، لكن مفيش عراقي لحد دلوقتي يقترب من كهربا. وعندك الشروق قالت لك الاهلي يعني هيتمان صفقة كهربا منتصف ديسمبر، حددوا كمان الميعاد. وعندك اليوم السابع قال لك 12 مليون جنيه سنويا تنقل كهرباء الاهلي في الشتاء، حددوا كمان المبلغ. فالكل بيجتهد والكل بيحاول خلاص يقول المعلومه ان كهرباء هيكون في الاهلي. انا هقول لكم ايه؟ هقول لكم احنا في انتظار اعلان رسمي من الاهلي، لو في اتفاق مع اللاعب الاهلي هيعلن رسمي. طالما الاهلي ما اعلنش رسمي يبقى لسه. هتقول لي يا عم طب ما هو ممكن يبقى في مفاوضات وممكن اللاعب يكون مضى وممكن اللاعب يكون مش عارف ايه. انا هنا مش هينفع اقول لك الكلام ده، انا هنا مش هقول لك الكلام ده، انا هنا هقول لحضرتك ايه؟ احنا عايزين الاهلي يعلن رسميا من خلالنا او من خلال الموقع الرسمي للنادي. هو الامور بتمشي في النادي الاهلي، هي دي سياسه النادي الاهلي. لما يخلص الموضوع، هو طبعا جمهور النادي الاهلي منتظر الصفقه دي عشان يبقى من كام بصراحه مع حضراتكم يعني. كهربا لعيب كبير قوي، لعيب جامد جدا، يفرق معاك قوي كمان. حتى لو عندك رمضان صبحي انت لازم يبقى عندك كل اللعيبه على مستوى واحد، واحنا عندنا فعلا قائمه متكامله. ناقصها بعض العناصر، ممكن يكون منهم كهرباء وممكن ما يكونش منهم كهرباء. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه، واكيد الاهلي لو قرر بشكل نهائي التعاقد مع كهرباء هيعلن رسمي. لو خلص الموضوع بشكل رسمي هيعلن، ايه اللي هياخره؟ هنشوف. لكن لحد دلوقتي مفيش حاجه رسمي عشان كلامنا يبقى واضح. نروح لايه؟ تعالوا نروح للمصري اليوم. احنا خلاص كده اتكلمنا على موضوع كهربا في الـ3 صحف، نروح للمصري اليوم بقى وبيتكلموا على الراحلين. قال لك جيرالدو فيلر استقر على رحيل جيرالدو، والفتره الجايه الامور هتتضح بشكل اكبر. التفكير او الكلام على جيرالدو ممكن يكون منطقي عند البعض بصراحه، يعني ممكن البعض يقول لك اصل هو اللاعب مش بيلعب ولعب ماتش واحد مع سموحه، وممكن يكون المدير الفني مش مقتنع بيه رغم ان مفيش اي حاجه رسمي من المدير الفني حتى الان، لكن كلها او كله تفكير منطقي من بعض الصحفيين في الحقيقه، يعني ان ممكن يكون جيرالدو بره الاهلي. لكن ممكن احنا نتفاجئ ان جيرالدو مكمل، حسب انت مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، لا قدر الله في ظل الاصابات اللي سوء الحظ في موضوع الاصابات بالنسبه للنادي الاهلي ده، ممكن يبقى في قرار ان اللاعب ده يكمل، ممكن اللاعب يتالق الفتره الجايه فالراجل يقرر او يفكر لا ده ممكن يلعب ممكن يبقى معانا، ما تضمنش حاجه بصراحه كده. يعني في موضوع الصفقات او الراحلين وكلام من ده، الواحد دلوقتي بقى خلاص من جمهور بشكل عام في مصر قال لك ايه؟ انا ما صدقش غير لما اللاعب يلبس تيشيرت النادي. لما يلبس تيشيرت النادي سواء كهرباء او غيره تصدق او تقول اوكي خلاص قرر جه الاهلي او غيره يعني. لما يقول لك لعيب خلاص ماشي من الاهلي هتصدق لما يلبس تيشيرت فرقه ثانيه يعني. هي الكوره كده، هي الصفقات، موضوع الصفقات والانتقالات هي الدنيا بتبقى ماشيه كده. ممكن تبقى اتفقت مع لعيبه وموضوع خلص وفي اخر لحظه الموضوع يبوظ يعني.